تحصلنا على هي كاين حوالي 300 ملف يعني اللي كانت نقولوا مش ملف نقولوا انتونسيون دو دامبيسير يعني كاين ناس حابين يستثمروا في هذا القطاع، لكن ان الملفات التي تقدر نقولوا مقبوله يعني شكلا ومضمونا هي 112 لحد الان. في 112 تحصلوا، لان هنا باش تحصل على الاعتماد لازم تجي على مرحله اولى وهي الحصول على رخصه مسبقه. من 112 تحصلوا على اليوم اللي نكلمك فيه هو 70 رخصه مسبقه، وهنا نهضر لك على كل المركبات ليس فقط سيارات نفعيه، يعني مركبات سياحيه الصناعيه الالات المتحركه الدراجات الناريه تحدث شاحنات حافلات كل شيء كل شيء يعني دراجات ناريه. دوك نعطيك نسب دونك تحصل على 70 من ال 70 هذو اللي داو رخص مسبقه تحصل رسميا 38 مؤسسة حصلت على الاعتماد، وانا نقول الاعتماد بمعنى نهائي لان في القانون هذا كاين رخصة مسبقة واعتماد، مش كما كان في القانون القديم اعتماد اولي واعتماد نهائي، هنا كاين اعتماد. يعني 38 شوفي نسبة اكثر من تقريبا 60% ولا اللي داو الاعتماد، هذه في خلال 10 شهور. يعني كي نشوفوا تحليل الارقام في 10 شهور تحصلوا على 38 معامل تحصلوا على الاعتماد، اي بمعنى تقدر نقولوا 3.8 اعتماد في كل شهر، وبمعنى اخر ادق انه كل 10 ايام يخرج لنا ان اغريمون يعني اعتماد، يعني باش هنا تشوف السلطات العموميه انها قاعده تعمل باستمرار من اجل تطبيق ما اتى به قانون الاستثمار، يعني من جانب التصنيع، لانه القانون الاستثمار الجانب التصنيع تاعو انه يؤكد على المشاريع المهيكله دونك لي بروجي كونسيكون اكسيتيرا. دونك هذه من جهه.